السلام عليكم ورحمة الله إخوان أصدقاء الطبيعة على التوالي تبارك الله جميع الإخوان. بالنسبة كما قلتي البريق أو الزوان كيكتافيو به بعض المواليع، ولكن كانت عندنا واحد التجربة في هذا الباب هذا. بالنسبة خويا لهذه الفريخات اللي كما كنقولوا غير الزوان والماء، لا البراق كما كنقول باللغة العربية والماء، ما كيكونش العمر ديالهم طويل، وكيكون ديما عندهم واحد نقص، باش ما يمكنش حنا نقيسوا داك الشيء غير على البشر. البشر ما يمكنش يبقى غادي بواحد وجبه وحده منتظمه، وجبه وحده ما كاينش تنويع في الاغذيه، ما كاينش. مع العلم ان تفحصنا بعض الكتب وقرينا بعض المسائل وشفنا بعينينا في الخلاء في الطبيعه ان طائر الحسون ما كيقتاتش على نبته وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، راه تقريبا راه فوق 150 نبته اللي كيقتات عليها، وحنا ما لحقاش الاضواء ما مسلطاش على هاد الطير مزيان، ما كاينش شي بحوث، ما كاينش شي حوايج اللي غتثبت لينا، غير حنا المربين كتبادلوا المعلومات معنا، كاع اللي حصل على شي معلومه كيحاول يتبادلها مع المربين اللي خوتو اللي كيعرفو. صافي، المساله اخرى ان الفرخ يبات برا، هي ماشي يبات برا. مثلا نعطيك كمثال، كيكون مثلا في السطح كما كنقولوا في السطح عندك في الدار، كيكون السطح الفوق كتكون مصاوب واحد فولير، بحيث الفراخ ديال الزنقاجة وشولا الحميريطة كما كنقولوا لهادي كيكونوا حاملين الأمراض وفيروسات، كيكونوا حاملين القميلة الفاش. إلى مشاو تقربوا الفريخات عندك راه اليوم غدا اليوم غدا غادي يتصابوا. المسألة الأولى اللي قلت لك أن البريق بوحدو راه ما كافيش، ضروري كيكون تنويع الغذاء، ماشي الطير ما يوجدش، لا راه يقدر الطير يوجد لك وغير بالبريق، ولكن راه ما العمر ديالو ما غيكونش طويل. مع كاين بعض الفريخات الحمد لله شفناهم بعينينا اللي كان النظام الغذائي عندهم متنوع، كما كنقولوا كنحاولوا نقربوا للطبيعه شويه. الحمد لله راه كاين اللي ديباسا 13 عام 14 عام وباقي في الحياه، وتشوفو تقول هذا يلاه عنده 3 سنين 4 سنين ولا هادشي اللي، ولكن ضروري اخويا نظام غذائي كيكون متنوع، وبالاخص بالاخص بالاخص مرحله غيار الريش. مرحله غيار الريش الطائر كينهك الطاقه ديالو كامله، وضروري خصو يعوضها. وحنا كما كنقولوا كانت واحد الفهم عندنا غلط، مثلا في المنقار والاظافر كنا كنقولوا راه كيتكونوا من الكالسيوم وهادي وهادي، لا، ان هذيك المسائل الظفار ولا المنقار كيتكون من الكيراتين. الكيراتين اللي كتفرزوا واحد الماده حتى هي بدوره للتنويع ديال الغذاء، هو اللي كيساعد على التكوين ديالها. هادشي اللي يمكن لي نقول لك. المهم بالنسبه للبريق بوحدو ما يمكنش نبقاو غادي مع الفريخات غير بالزوان بوحدو، ما يمكنش. ومساله اخرى، حتى لا تحطوا برا، براش كيعني في السطح مثلا ومصاوب لهم كاج ديالهم الفريخات، مثلا الجاوش ولا حميريطه ولا هادي، ما يستطيعوش يدخلوا عند الفريخات عندك، وهما كيبقى عندهم النظام طبيعي ديال الإضاءة. وقت اللي كيشرق البجر الفريخات راهم فايقين، الوقت اللي كتغرب الشمس وكتبدا تطيح الظلمة الفراخ حتى هما بدورهم راهم ناعسين، هكا كيكتسبوا واحد المناعة قوية. الفرخ كيكون بواحد الصحة جيدة وبخير وعلى خير، وزائد لكان مثلا الفوق وداير مثلا الفولير وكرياج وهذه كتكون الشمس كتدخل عنده، كتدخل عند الفرخ، والمكان اللي كتضرب فيه الشمس كيكون تقريبا خالي من الامراض. وكما قال السي حسن في واحد الاوديو الصباح، الدواء ديال المقنين ولا ديال السطيله كما كنقولوا راه هو العمان والشمس، زائد
بجانب النظام الغذائي المتنوع العمان والشمس راه كيصاوب الفرخ. وتبارك الله عليك اخويا، ونتمنى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.